السلام عليكم البنات، جيتكم اليوم في هذا الفيديو هذه اللي كانت غير مبرمجه. يعني جات فجأة هاد الفيديو هذه، يعني ما كنتش منتظر انني نصورها، ولكن للاهميه قررت باش نشارك معكم هذه التجربه ديالي. يعني بحكم بديت كنصبن في هذا التريكو هذا اللي يلاه شريته باقي جديد، وبحكم انه وقع لي مشكل ديال يعني مرض جلدي، يعني من جراء انني لبست واحد السروال اللي كما شريتو ما صبنتو ما والو، لبستو ونتج عليا الاكزيما في رجليا اللي عانيت منها مده طويله وانا كنداوي منها بسبب هذاك الكولون اللي كنت خديت. ودابا ملي خديت هاد التريكو هذا كنت ما غاديش نبقى نلبس اي حاجه حتى ندوزها في التصبين. وبالفعل وانا كنصبن ملي خرجت الكميه هذه ديال الاوساخ كما كتشوفوا، اللون ديال التريكو هو بالابيض والاسود، وهذا اللون اللي خرج ليا كما كتشوفوا اللون ديال التريكو هو هذا الابيض والاسود، وما كتبان عليه حتى شي بقع، يعني جديد خديته من المحل ديال الملابس. ولكن تفاجات ملي صبنته خرج ليا هذاك اللون الاحمر، يعني ما عرفش اشنا هو داك الشيء، وقلت دابا نتشارك مع البنات هاد لا فيديو هادي باش يردوا البال، يعني ردوا البال البنات. اي حاجه شريتوها ملابس داخليه اي يعني خارجي اي ملابس شريتوها ضروري ما تدوزوها او تصبنوها عاد لبسوها، لانني انا بحكم التجربه ديالي انني عانيت من هاد المشكل هذا مده طويله، ومؤخرا كان جاني واحد المرض جلدي وصافي قررت قلت لكم منها، يعني المرض الجلدي الاخير ما كانش بسبب الملابس والله اعلم، يعني مده شهر وانا كنعاني منه، وقررت باي ناحيه حاجه خصني نصبنها. اذا هذا كان فيديو سريع باش نتقاسم معكم هذه التجربه ديالي ونحذركم ضروري ما تصبنوا الملابس ديالكم، يعني كيف ما كان النوع ديالها خاصة الأطفال ديالكم ضروري ما تصبنهم قبل ما تلبسوهم، واخا تشوفوهم جداد ضروري ما تعودوهم. وهكذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه التجربة ديالي ديال الملابس. كما كتشوفوا شتو الماء، يعني هذه التصبينة التالية، يعني حيت يعني التصبينه الاولى هذه التصبينه الثانيه، واضرب لكم موعدا في الفيديو القادم بحول الله.